بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ربنا اجعلنا دعاة سلام ووئام يا رحمن. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. برا عندنا عندك قصص بلا حساب، الناس اطمأنوا، لأن الدنيا جريتهم جراية. نساوي اللي لا ثبات على أي حال، ربي مقلب الأحوال، عطاك تو ياخذ منك بعد بنين وأموال، ياخذ لك البنين بأي طريق كانت، لأن المهم ما يجموش يعاشروك كمستبد كمنافق كزاهد في الدين، وك تموت على الدينار والدرهم وعاد الدولار ودنيا وكلت بعضها مع هؤلاء عباد المال، وخاصة عنا منهم بزاف في أرض الكرب. إما فقر مدقع ولا غنى مدخل، لا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. لسنا منكم ولستم منا، حتى تستقيموا وحتى تعبدوا الله، لا على حرف ولكن على يقين.